السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الفندقي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة، نستكمل معا دراستنا في منهج فن الطهي. اتكلمنا الحلقة السابقة عن أنواع خدمة الأغذية والمشروبات، اتكلمنا عن القوائم، وكلمنا عن الهيكل التنظيمي، ذكرنا بعض مسؤوليات أو مهام للشيف العمومي ونائب الشيف العمومي. النهاردة هنستكمل بقية المهام ونتكلم عن الجزار. كلنا طبعا بنشوف الجزار وعارفين ايه الدور اللي ممكن يكون بيقوم بيه، لانهم موجودين حوالينا في الحياة. طيب، في الطبيعي ان الجزار بيقوم بتتعامل مع اللحوم وتشفيتها وازالة منها الجلد والعظم والدهون. بالنسبة للجزار الموجود في الفندق بيكون مسؤول عن التعامل مع اللحوم وتشفيتها وتقطيعها لأجزاء رئيسية، ثم تقطيع الأجزاء الرئيسية دي لأجزاء مقطعيات أو قطع معينة لكل نوع منها استخدامها المقطعي. ومن مهام بقى نذكرها أول حاجة اللي هو استلام الدواجن واللحوم حسب ومطابقة وزنها حسب الطلب، لأن بيكون في طلب رئيس المطبخ بيطلب من المورد كمية معينة من اللحوم وكمية معينة من الدواجن بأوزان معينة، فهو بيراجع الوزن بتاعها. تاني حاجة بيقوم بغسيل اللحوم والدواجن إلا في حالة الذبيحة الكاملة، يعني في حالة الذبيحة الكاملة بيتمش فيها غسيل الذبيحة، لأنه الأول بيقوم بعملية التشفية، والتشفية زي ما احنا ذكرنا يعني إيه تشفية، يعني تخلص بين أو بيقوم بنزع منها الدهون والجلد والعظمة باستخدام سكينة معينة بتسمى سكينة التشفية، والسكينة دي بتكون نصلها حاد وتكون رفيعة وبتكون قصيرة. ليه؟ بحيث إنها تدخل بين اللحم وبين العظم وتفصل اللحم عن العظام من غير ما يكون فيه هادر من كمية اللحوم. بعد كده بنقول ان هو اصلا بعد ما يتم عملية التشفية ديت بيقطع اللحوم الى قطعيات معينة. الاول اجزاء رئيسية، المقطع بتاع اللحوم بيتقسم لجزئين، الذبيحة او العجل بيتقسم لجزئين، الجزء الامامي والجزء الخلفي. الجزء الامامي بيضم الكتف، الرقبة، الضلوع، الزند، والكوستاليتا، ومنطقة وأسفل البطن، والفخذ الأمامية. إنما الجزء الخلفي بيضم بيت الكلاوي، وبيحتوي فيه على عرق الفليتو والإنتركوت وحتى الضلع الرابع، وكمان بيحتوي على الكولاتا وهي الفخذة والموزة الخلفية. بعد ما بيتم تقطيع الأجزاء الرئيسية ديت بيتم تاني تقطيعها إلى قطعيات صغيرة تكون مجهزة لحسب استخدامها في عملية الطهي، بحيث إن بيطلع قطعيات معينة بحيث الإسكالوب بيخرج من وش الفخدة أو من تحت وش الفخدة. اللحوم المستعملة في التحمير وفي الشاي بتستخرج من عرق الفليتو والإنتركوت. طيب، بعد ما هو بيستلمها وبيتم التقطيع بيتم بعد كده عملية تخزينها. إذا كانت تخزن لفترة معينة فبتحفظ اللحوم في درجات حرارة سالب 18 درجة مئوية. إذا كانت هتستعمل ويتم تشغيلها على طول في وقت قريب يبقى بتحفظ في درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية وحسب ما يتم استعمالها أو تبلها. نتعرف سوا كده على نشوف برضو إيه هي المهام بتاعة الجزار معانا هنا. زي ما ذكرنا استلام اللحوم والدواجن، مطابقة أوزانها، غسيل اللحوم، تشفية اللحوم وتقطيعها لأجزاء، بيشفي الجلد والعظم، وتقطيع اللحوم لأجزاء رئيسية زي ما ذكرناها الجزء الأمامي، ويشتمل على الضلوع والزند والكتف والرقبة والكوستاليتا كما ذكرنا يعني في الشرح، والجزء الخلفي بيت الكلاوي وعرق الفليتو والإنتركوت والكولاطة، وطبعا تقطيع القطعيات المختلفة إلى أجزاء صغيرة مجهزة اللي هي اسكالوب زي ما ذكرنا من وش الفخذة أو تحت وش الفخذ، وحفظ كل نوعية على درجة حرارة مناسبة تحفظ. إن كانت تشتغل يبقى درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية. طيب، لو تم حفظها في درجات مخالفة لدرجات الحرارة اللي احنا قلنا عليها سواء كانت تجميد أو إنها تحفظ في جو تبريد إذا كان يتم تشغيلها سريعا، إذا تم حفظها في درجات مخالفة يبقى يجب التخلص منها فورا بعد ساعتين لأنها تبدأ تبقى تفسد. نكمل كده ونشوف بعد كده في قسم اسمه او مهام الخباز. طيب، الخباز ده بيقوم بايه؟ من اسمه ان هو بيعمل عجائن وبيخبزها، يبقى هي بيقوم بعمل العجائن المختلفه، عمل العجائن، خبز المخبوزات كل في وقت تشغيلها. يعني ايه كل في وقت تشغيل؟ لان كل حاجه حسب وقت تخميرها، حسب وقت اللي هتاخده العجائن بتاخد وقت على ما ترتاح او بتاخد وقت على ما يحصل لها عمليه تخمير، بيتم التخمير الاول وبعد كده بيتم خبزها. بعض العجائن اذا كانت هتحتفظ بيها فتره من الوقت بتحفظ في
درجه اقل من 4 درجات مئويه، ويجب علينا ان احنا نكون غطيناها بفويل بلاستيك. ليه بيتم تغطيتها بالفويل بلاستيك؟ عشان ما يحصلهاش جفاف في السطح او تشقق، وده بيقلل من جودتها او بيعرضها انها تبقى غير سليمه غير ناجحه. النتائج اللي هتيجي من المخزون دي بتكون غير ناجحه وغير مرغوب فيها. وزي ما ذكرنا كده مع بعض، نشوف الخباز زي ما قلنا عمل العجائن مختلفة، وخبز المخبوزات في وقت التشغيل وزي ما قلناها تاني، وحفظ العجائن في درجة حرارة بتقل عن 4 درجات مئوية، وتلفف ورق فويل وزي ما وضحنا ليه. نكمل بين مهام الطباخ. الطباخ اللي موجود في الفندق برضو معروف ان هو بيقوم بعملية الطهي، ويقوم بعملية الطهي الفعلي داخل المطبخ، عملية الطهي الفعلي، وينفذ الأوامر المطلوبة منه من المكلف اللي من رئيس القسم. طيب هو بينفذ عملية الطهي بيبقى ليه؟ بيراعي حاجات معينة ومقاييس معينة، المقادير، طريقة الطهي، درجات حرارة بتاعة التسوية أو درجات الحرارة بتاعة التقديم وطريقة التقديم. بالنسبة للطباخ بيقوم برضو بعمل حاجة اسمها الميزان بلس. الميزان بلس ده هو عمل المارينيه والتتبيلات اللازمة للقسم حسب تتبيلات اللحوم أو الطيور أو الأسماك، كل نوع، وهنيجي نتكلم عنه بعد كده عن أنواع المارينيه. بيقوم برضو بتجهيز الآلات والأدوات اللازمة للاستخدام وتجهيز مساعدات الطهي. دايما بنلاقي الطباخ مش دايما هيفضل يتحرك من مكان المنضدة اللي بيشتغل عليها ومكان التشغيل، ويروح يتحرك يجيب أدوات ويجيب أواني ويجيب التوابل اللي بيحتاجها. الأدوات والمواد اللازمة بتكون موجودة جنبه، يتم تحضيرها الأول قبل ما يبدأ في العمل بحيث يوفر الوقت. الطباخ برضو من ضمن مهامه ان هو بيقوم بعملية تجهيز المأكولات المختلفة. ازاي بيقوم بعملية التجهيز؟ الأطعمة اللي موجودة محفوظة بالتجميد بيتم سحبها ويتحط في جو من التبريد بحيث ما يكونش الأطعمة لسه مجمدة وهتعرض لعملية طهي في التجميد. وبرضو المفروض ان احنا لما نجيب الأطعمة من التجميد نتركها في جو التبريد، ما نخرجهاش لدرجة حرارة الغرفة على طول، لانها لما تخرج درجة حرارة الغرفة من جو التجميد بيبقى عليها بتوفر انها كده تبقى عرضة للفساد ووصول حمولة ميكروبية عليها. نشوف دلوقتي كده الطباخ زي ما ذكرناها سوا. وجبات الطباخ: تنفيذ المهام المكلة إليه من رئيس القسم، عمل الميزان بلس الخاص بالقسم اللي بيعمل في عمل البرنيل اللحوم والدواجن زي ما شرحنا كده وقلنا، وتجهيز المأكولات لعملية الطهي بمعنى سحبها من التجميد إلى التبريد. ونشوف دلوقتي بقى تجهيز الأدوات والمعدات وتجهيز المواد زي ما قلنا بتاعة الطهي ومواد المساعدة في عملية الطهي، قلنا التوابل والأعشاب. نتكلم سوا عن حاجة تانية في من ضمن المهام موظف اسمه الستيوارد. ايه ما هو الستيوارد دوت؟ هو موظف موكل لتنظيف المطبخ فقط، ما بيشتغلش في نظافة اي قسم من الاقسام غير نظافة المطبخ فقط. ايه واجباته؟ هو مهمه زي ما قلنا ان هو مسؤول عن التنظيف، يبقى تنظيف الاواني والاكواب والاباريق والفضيات المستعملة في خدمة النزيل. طيب وتنظيف ايه تاني؟ تنظيف الالات والمعدات في الوردية المسائية اللي تم استخدامها، اي الات استخدموها بيتم تنظيفها يوميا في الوردية المسائية، وبيبقى في تنظيف عميق مرة شهريا في الادوات والمعدات باستخدام مادة اسمها الدبت. المادة الدبت ده عبارة عن مذيب قوي بيستعمله في تنظيف الالات والمعدات، وبيتم التنظيف العميق ده مرة شهريا. كمان استعمال غسالة الأطباق بإضافة المنظف أو المعقم اللي حسب أنواع اللي بيستعملها وحسب درجات الحرارة اللي هو بيتم فيها الغسيل، ودايما بيكون درجة حرارة 80 درجة مئوية وإضافة الماء اللازم لشطفها. بيتم كمان من ضمن المهام اللي بيقوم بيها الستيوارد غسيل وتنظيف الأسقف والحوائط مرة يوميا في كل وردية، وتنظيفها مرة شهريا، تنظيف الأرضيات والحوائط برضو والأسقف مرة شهريا، بحيث ان هو بينظفها من فترة لفترة عشان يبقى المكان أكتر في نظافة. كمان بيقوم بعملية استخدام المواد المعقمة، وأنواع المواد المعقمة بتكون 3 أنواع: الأيودين والكلورين والكواتس. كل منها بتستخدم لقتل الميكروبات حسب الطريقة المستخدمة بها ونسب المقدرة لها. نشوف تاني مع بعض وجبات الستيوارد زي ما ذكرناها كده: غسيل الأواني والأباريق،
والفضيات وتنظيف الماكينات المعدات المستعملة يوميا، وتنظيفها المعدات والآلات والمعدات مرة شهريا، وتشغيل ماكينة غسيل الأطباق، وتنظيف الأرضيات والحوائط والأسقف مرة يوميا، واستخدام مواد التعقيم. في من ضمن الوظائف اللي موجودة والموجودة في المطبخ وظيفة لها اسمها المساعد. مين هو المساعد؟ كان يطلق عليه قديما الكومي. المساعد ده وظيفته انه بيساعد الطاهي ويساعد الطباخ في الاعمال اللي بيقوم بيها، يبقى مهمه انه بينفذ عمليات الطهي وبينفذ طلبات الرئيس القسم اللي موجود او الطباخ اللي هو بيساعده، وبيجهز برضو الادوات والمعدات اللازمة لعملية الطهي، وبيجهز المواد المساعدة اللي احنا قلنا عليها التوابل والاعشاب، وبيقوم بتنظيف الطاولة، الطاولة اللي بيتم عليها اعداد الاطعمة، تنظيفها والتخلص من البقايا او البول. بيقوم كمان بعملية اللي هو عمل التقشير والتقطيع، التقطيع وبداية تقطيع البطاطس او البصل وتقشيره. بيقوم ان كمان نتكلم بقى سواء ان المساعد دوت المفروض ان هو بيقوم بعملية مباشرة عملية الطهي. يعني ايه مباشرة عملية الطهي؟ الطباخ لما بيعمل الأغذية بيعمل اكتر من صنف، فبيعمل اصناف، ويكون مسؤولية المساعد ان هو يراعي التسوية ويبص على الأطعمة وعارف وقتها المحدد لطهيها، يشوف الأطعمة استوت او لا، بحيث يقدر الطباخ ان هو يعمل اكتر من صنف في المرة، ومسؤولية متابعة التسوية دي مسؤولية المساعد. نتعرف سوا عليها ونشوفها كده ايه هي مهام الكومي. المساعد المصطلح القديم له كان يطلق عليه كومي، ومساعد الطباخ في مهمة الطبخ وتجهيز الآنية والمعدات والأدوات اللازمة للطهي، وتجهيز مساعدات الطهي وفقا للقسم، وتنظيف الطاولة زي ما ذكرناها أولا بأول، ومباشرة عملية التصنيع، وفهمنا يعني ايه بيباشر عملية التصنيع، وعمل الميزان بلس الخاص بالقسم اللي هو عملية التقطيع والتقشير وإعداد أدوات الطهي والأدوات اللازمة. بالنسبة للعمل في المطبخ اللي موجود في الفندق كان ليه نظامين، يا إما نظام الكلاسيكي اللي هو النظام القديم والنظام الحديث. النظام الكلاسيكي اللي هو النظام القديم كان عبارة عن دورة ورقية بيعتمد على استعمال الأوراق. بتبدأ الدورة الورقية من عند رئيس المطبخ. رئيس المطبخ بيقوم بتجميع الطلبيات الخاصة لكل قسم ويجهزها في طلب أو نموذج اسمه ريكويستشن فورم، يكتب فيه الطلبيات المطلوبة، وبعدين بيتم استلام الطلبيات دي عند وصولها للمخزن، بيتم استلامها ويوزعها على كل قسم حسب طلباته. وبعدين بيتم لما كل قسم يستلم الخامات اللي كان محتاج لها، بيقوم كل قسم بعمل عملية التجهيز للمأكولات أو الخامات اللي موجودة عنده، بحيث يجعلها جاهزة بس للطهي. يعني بيتم تجهيزها وإعدادها بحيث تبقى دوبك جاهزة على عملية الطهي. وبعد كده بتحفظ الأطعمة أو الأطباق اللي فيها أطعمة شبه جاهزة دي، وبعدين بعد ما تحفظ عند طلب العميل لها بقى لما يطلبها ويستلم الأوردر، الأوردر بيتم تسليمه برضو في بيستلم من النزيل أوردر ورقي، بيكتب الطلب في أوراق، وتروح برضو تاخد دورة ورقية ويسلم الأوردر دوت للمطبخ، والمطبخ يسلمها للقسم المسؤول، وبالتالي بيجهز له الأطعمة المطلوبة من الأطعمة اللي كانت شبه مجهزة. بيتم تجهيزها في درجة حرارة في وقت بيكون من 5 ل 45 دقيقة. الأطعمة اللي بيتم تجهيزها دي أو تكون شبه جاهزة لازم أراعي إنها بتحفظ في درجات حرارة أقل من 4 درجات مئوية. إذا حفظت في درجات حرارة مخالفة يبقى تبقى عرضة للفساد، وبالتالي بيتم التخلص منها. بعد كده اما يستلم الاوردر وخلاص استلم الاوردر، بمراجعه الاوراق بيحصل نظام مراجعه للمخزون وايه اللي صرف منه وايه حساب المنصرف وحساب الخامات المنصرفه وحساب الخامات المتبقيه، وبيعمل فلاش اسمه عمل التقرير اليومي، اللي هو الفلاش ده بيكون برضو نظام ورقي وكله اوراق مكتوبه. انما في النظام الحديث اللي هو نظام شيفس ديمو ده، هو عباره عن ايه اللي بيحصل بقى، بيتم كل الاعمال بتتم عن طريق الكمبيوتر. بيتم ازاي عن طريق الكمبيوتر؟ طلب الشيف او طلب الشيف العمومي وطلبات الاقسام بيتم تسجيلها على شاشه الكمبيوتر. بعد كده بيتم عند وصول الخامات بيتم برضو وصولها الى الاقسام وتوزيعها للاقسام كلا حسب ايه طلباته. بيعملوا عمليه التكييس او عمليه قلنا بتكون الاطعمه جاهزه بس قبل عمليه الطهي، وقت ما النزيل بيطلبها بيتم ايه تجهيزها واعدادها، وبرضو الاوردر بتاع النزيل بيتم تسليمه للقسم برضو عن طريق برضو نظام الكمبيوتر.
يكون في شاشة، الشاشة دي موجودة في كل المطاعم وفي البارات، عبارة عن نقاط إلكترونية هو بيقدر إيه يستعملها ويسجل عليها. الشاشات دي بتكون شبيهة بالشاشات اللي موجودة دايما بنلاقيها في السوبر ماركت زي الكاشير وكده. الشاشات دي بيتم هي كمان بتحسب المنصرف، والنظام ده بيساعد على إنه بيحسب المنصرف وبيحدد الكمية المخزونة في المخازن، وبيحدد الكمية المتبقية، وبيحدد إيه اللي تم صرفه، وبيحدد كمان التكاليف. يبقى كل العمليات دي بتتم بنظام إلكتروني، ويكون الجهاز اصلا نفسه او النظام نفسه بعمل نسخه ورقيه بيحتفظ بيها. احنا زي ما قلنا كده ان هي زي نظام الكاشير، بيكون مديك الورقه لكن هو اصلا محتفظ على نسخه موجوده على شاشات الكمبيوتر اللي موجوده معاه. يبقى كده نكون اتكلمنا عن الصنفين او النوعين بتوع نظام العمل في المطبخ، سواء كان نظام حديث او نظام كلاسيكي. لما ننتقل ونتكلم عن الهيكل التنظيمي للمطبخ تاني، الهيكل التنظيمي بيتكون من الشيف العمومي اللي هو بيعتبر رئيس المطبخ اساسا، والنائب بتاع الشيف العمومي، ورؤساء اقسام لكل قسم، قسم الخضروات، قسم المخبوزات، قسم الاسماك، قسم الحلويات، كل قسم الاقسام ليه رئيس قسم، وبالتالي تحت رئيس القسم ده بيكون فيه ناس مساعدين لرؤساء الاقسام. بكده نكون انتهينا من الباب الثالث اللي كان بيتكلم عن اقسام، عن الهيكل التنظيمي للمطبخ. هنبدا في الباب الرابع اللي بيتكلم عن اقسام المطبخ وحجراته. احنا سبق ان ذكرنا ان احنا اتكلمنا سوا قبل كده في الحلقه اللي فاتت وقلنا المطبخ ليه اقسام. ايوه انا شايف حد بيقول ان المطبخ ليه قسم، المطبخ الساخن والمطبخ البارد، كل قسم من الاقسام دي يتبعها اقسام ثانيه. ف طبعا زي ما احنا عرفنا سوا ان المطبخ الساخن بيكون يتبعه اقسام زي قسم الصلصات وقسم المشويات وقسم المحمرات وقسم الشرب والمشروبات الساخنه والمخبوزات. وبرده نفتكر سوا ايه هي المطبخ اللي هو البارد. سمع حد كان بيقول ان هي زي ما قلتوا كده بالظبط، اللي هو القطعيات البارده، قسم الحفظ، قسم الخضروات وقسم الفاكهه، تمام كده، وقسم الحلويات وقسم الاسماك. نيجي نتكلم عن كل قسم بقى بالتفصيل، ايه هو وبدوره ايه وبيعمل ايه. نشوف سوا يا سنه اولى، زي ما ذكرنا اقسام المطبخ، اول حاجه من ضمن الاقسام هي قسم الايه، الصلصات. قسم الصلصات دوت مهمته ايه بالنسبه لنا؟ بيقوم بعمل الصلصات، سواء كانت، وهي نوعين، سواء كانت صلصات ساخنه او صلصات بارده. بالنسبه للصلصات البارده زي التارتار صوص والمايونيز، طبعا كلنا عارفين صوص المايونيز. وبالنسبه للصلصات الساخنه دي زي البشاميل والبولنيز اللي بتستعمل مع انواع المكرونه. طيب لما نيجي، وكمان بيقوم وبس بيعمل الصلصات دي بس، لا ده كمان بيقوم بعمل الدريسنج الدريسنج. والدريسنج ده يعني ايه؟ عباره عن الدريسنج اللي بيضاف للسلطه. الدريسنج اللي بيضاف للسلطه بيكون متكون من الزيت والخل واضافه بعض التوابل، واشهرهم طبعا الدريسنج الفرنسي والدريسنج الايطالي. طيب بالنسبه للصوصات اللي هي الساخنه بيتم حفظها او التعامل معها ازاي؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان المفروض ان الاطعمه اللي بتقدم بارده نحافظ على انها تقدم بدرجه حراره بارده، وان الاطعمه اللي بتقدم ساخنه انها تقدم ايه؟ ساخنه. فبالنسبه للصوص بعد ما يتم عمله اللي هو الصوص الساخن بيحفظ فيه درجات حراره 68 درجه مئويه، بيتم تسخينه في حمامات ماء بشكل غير مباشر بواسطه الحمام المائي. نكمل شوف كده مع بعض ايه هي الصلصات زي ما احنا ذكرناها كده. نهم قسم الصلصات، اعداد الصلصات البارده، اعداد الصلصات الساخنه، اعداد صوصات خفيفه اللي احنا قلنا عليها الدريسنج، ويكون مخلوط من الخل والزيت مع اضافات اخرى واشهرهم الدريسنج الفرنسي والدريسنج الايطالي. بعد كده هنشوف في قسم تاني من اقسام الساخنه اللي هو قسم المحمرات. من اسمه واضح انه بيقوم بعمليه التحمير. عمليه التحمير بيتم اصلا في التعامل في القسم ده مع نوعين، الدواجن وانواعها وخضروات وانواعها. والتحمير دايما بيتم بدرجه حراره من 140 ل 157 درجه مئويه. طيب التحمير ده بيتم ازاي، او ايه الانواع بتاعه السوائل اللي هستعملها للتحمير؟ معانا كده انواع سوائل التحمير: زيوت نباتيه، وزيوت الدهون الحيوانيه، والزيوت المشبعه، زيوت نباتيه بتكون مشبعه، والشورتنج، والزبده. لما نتكلم اول حاجه عن الزيوت النباتيه، طبعا اشهرها معروف زيت الذره، زيت عبد دوار الشمس، زيت الصويا. افضلها في الاستعمال زيت دوار الشمس. ليه بنستعمل الزيوت او افضلها بيكون بالنسبه لي زيت دوار الشمس ديت؟ دوار الشمس دوت فيه ميزه ان هو انخفاض درجه غليانه،
انخفاض درجة غليانه مش هتسمح انه يحصل له مادة الهيدروكربونات. الحقيقة ان دايما الزيت مع تسخينه ومع غليانه بيكون مركبات هيدروكربونية. المواد الهيدروكربونية دي ضارة وبتسبب كتير من الامراض، واهمها مرض السرطان، ربنا يعافينا جميعا. عشان كده المفروض ان احنا ما بنستخدمش الزيت اكتر من مرتين، لان تكرار تسخينه وتكرار تدخينه وتكرار تعرضه للغليان بيؤدي لتكوين المواد الضارة احنا اتكلمنا عنها. ولذلك بيفضل استخدام الزيت دوار الشمس عشان انخفاض درجة غليانه، يعني بيغلي على درجة حرارة بتكون منخفضة ما تسمحش ان يكون الهيدروكربونات اللي بتتكون على درجات حرارة عالية. لما نتكلم بعد كده عن الدهون، والدهون دي طبعا معروف زي دهون الخراف ودهون الخنزير، وهم اكتر ضررا، محدش بيستعمل دلوقتي الدهون دي لانها بتسبب تصلب الشرايين وبتسبب امراض للقلب. بعد كده لما نيجي نتكلم عن الزيوت، في زيوت اسمها زيوت مشبعه، زيوت نباتيه مشبعه. الزيوت المشبعه دي هي اصلا بتكون زيوت نباتيه بس بيتم تحويلها الى سمنه صناعي، اللي هي السمنه الصناعي بيتحصل لها عمليه اسمها عمليه الهدرجه. عمليه الهدرجه دي بيضيف لها ذرات من الهيدروجين عشان تتحول من الشكل السائل للزيت للشكل الصلب اللي احنا بنعرفه فيه السمنه. وطبعا عمليه الهدرجه اساسا من العمليات المضره، لذلك يفضل ان احنا نستعمل انواع من الزيوت غير مهدرجه. بعد كده في ماده اللي هي رقم 3 اللي بنستعملها في التحمير، اللي هي الشورتنج. طب يعني ايه شورتنج ده؟ شورتنج دوت من اضر المواد اللي بتستعمل في التحمير، ماده ضاره جدا، اللي هي عباره عن نواتج من بقيه عمليه هدرجه الزيوت. يعني عمليه الهدرجه بينتج منها بواقي ما حصلهاش عمليه الهدرجه، بتفضل في صوره الزيت، هي دي اللي مقصود بيها الشورتنج. بس نظرا لان هي سعرها رخيص، كتير من المطاعم الرخيصه بتستعملها بحيث انها بتوفر لها في المواد الخام اللي بتستعملها، ولكن هي اكثر ضررا لانها بتضر جدا وبيسبب كتير من الامراض الخطيره. يعني بالنسبه للزبده، طبعا الزبده دي ناتج من الالبان، ومعروف ان الزبده بتكون زبده البقري والزبده الجاموس. الزبده البقري لونها بيكون ابيض بس مصفر، يميل للصفرة، ذو صفرة، انما الجاموس لونها بيكون ابيض. الحقيقه ان احنا لما نستعمل الزبده المفروض ان استعمالها بيستعمل بس في قليل جدا في تحمير اللحوم، ولكن بيتم تحمير استعمالها ازاي في التحمير؟ اضافتها للزيت بعد ما يكون حصل عمليه غليان للزيت، لكن هي ما يحصلهاش عمليه غليان كتير. دايما تحمير الخضروات بيتم في الزيوت، انما استعمال الزبده ممكن يستعمل في حاله اللحوم او الدواجن. في بالنسبه للقسم بتاع المحمرات، بيتم التحمير يا اما على مره واحده يا اما بيتم التحمير على مرتين. يعني ايه التحمير بقى على مره واحده؟ تحمير مره واحده بيحصل فيه تحمير الدواجن او اللحوم، يحمرها مره وخلاص كده انتهى الامر. لكن بالنسبه لتحمير المرتين ده يستعمل فيه تحمير الخضروات وتحمير الاسماك. ايه اللي بيحصل في عملية التحمير على مرتين؟ بيحمر مرة، والتحمير ده بيكون نصف تحمير، يرفعها من الزيت درجة لمدة 5 دقائق او 10 دقائق، تبرد شوية، يرجع تاني يعمل لها عملية تحمير ويتم عملية التحمير عشان تكون الطبقة الخارجية المقرمشة اللي احنا دايما بنفضلها، وتكون المادة من الخارج مقرمشة ولكن المادة الغذائية من جوه لينة، وده دايما بنلاحظه في البطاطس. نشوف كده سوا زي ما احنا ذكرنا انواع قسم التحمير، مسؤول عن التحمير والقلي وانتاج صنفين اللي هو دايما بيكون اللحوم بانواعها والخضروات، وزي ما ذكرنا الانواع زيت نباتيه وشحوم الحيوانيه والزيوت النباتيه المشبعه اللي اتكلمنا عنها، السمنه الصناعي والشورتنج اللي هو بواقي الهدرجه اللي اتكلمنا عنه، والزبده واتكلمنا عنها باستفاضه، وعن عمليه التحمير والميكانيكيه اللي بيتم بيها التحمير في الفنادق. بعد كده نتكلم عن قسم اللي هو قسم الشرب. ايه هو بقى قسم الشرب؟ من اسمه برضو معروف انه مسؤول عن انتاج الشرب. طب الشرب دي فيها انواع او في انواع؟ في شرب بتكون ناتجة من المصفاة من الخضروات اللي هي اونيون سوب، وفي شرب غير مصفاة من نواتج الخضروات، وفي شرب خفيفة ناتجة من غليان اللحوم، الشرب العادية اللي هي نتيجة غليان اللحوم او الطيور او الدواجن، وفي شرب تقيلة من نواتج غليان اللحوم اللي هي عبارة عن اصلا عن شوربة خفيفة بس ضاف لها بعض المواد زي النشا والدقيق، ومادة النشا او الدقيق عملت كمادة مسخنة يعني بتطخن القوام زي شيكن كريم سوب. نكمل زي ما احنا ذكرناها كده، اللي هي مسؤولة عن انتاج الشرب انواعها، وشرب مصفاة من نواتج الخضروات، وشرب غير مصفاة من الخضروات، وشرب خفيفة، وشرب تقيلة من نواتج الغليان، وزي ما ذكرنا مضاف اليها النشا او الدقيق، شيكن كريمي سوب.
بعد كده بنتكلم عن قسم المشويات. قسم المشويات مسؤول عن عملية الشوي، واكيد هو ما يجي يشوي اللحوم ما بيحصلهاش عملية شوي كده، ياخد اللحوم او الدواجن ويشويها، بتتم عملية الشوي الاول بعد ما يتم تتبيلها. بيتم التتبيل، وليه بيتم التتبيل؟ التتبيل بيعمل على تليين الانسجة، اكسابها النكهات. وتتبيل اللحوم او الدواجن بيتم باستعمال مارينيه. وايه هو المارينيه؟ يبقى المارينيه عبارة عن مواد بتستعمل او خليط بيستعمل عشان تتبيل اللحوم او الدواجن او الاسماك. فمهمة قسم المشويات انه هو بيكون بشواء الاطعمة، اللحوم والدواجن والمشويات وبعض انواع الخضروات بعد ما يتم تتبيلها بانواع من المارينيه. والمارينيه دي انواع متعددة، نتعرف سوا معاها نشوفها كده. مارينيه ده يبقى هنا مسؤول عن شواء اللحوم والطيور وبعض الخضروات، ويتم شوائها بعد التتبيل. المارينيه بقى زي ما احنا اتكلمنا، مارينيه طماطم مخلوط من عصير الطماطم والبصل والبهارات. لما نتكلم تاني عن انواع المارينيه، اول حاجه مارينيه الطماطم عبارة عن عصير طماطم ومخلوط مع البصل والثوم المفروم والبهارات، بيستعمل في تتبيل الدجاج. في انواع تانية مارينيه تاني برضو مستعمل في عصير الطماطم مع السماق ومع الكوبا الهندي، وضاف اليها البصل طبعا المبشور والثوم، ودي بتستعمل في تتبيل اللحوم، واحيانا قد يضاف لها الزعتر. في مارينيه بيستعمل بس في الزعتر مع زيت الزيتون، وبيستعمل فيها تتبيل الدواجن وكاد يضاف اليها البصل. في مارينيه عباره عن الزبده والليمون، وبيتبل به الدجاج وبعض انواع من الاسماك. في تتبيل مارينيه خاص بيضاف في الاسماك اللي هو بيكون فيه طماطم وبصل وفيه الكمون والكزبره، وبيتم تتبيل به الاسماك. عموما بيتم الشوي في درجه حراره من 140 ل 170 درجه مئويه. بنراعي في عمليه الشوي ان بيتم تقليب الماده الغذائيه، مش هنسيب المادة الغذائية كده يحصل لها عملية احتراق من جنب وتكون المادة من الخارج مشوية وحصل لها حتى الاحتراق، ومن الداخل تكون المادة نية. فبيتم التقليب باستمرار حوالي 6 مرات وممكن اكتر، عشان نحافظ على طهي المادة الغذائية ونضمن انها تكون مطهية، وفي نفس الوقت ما يكونش حصل لها احتراق. زي ما اتكلمنا كده نشوف سوا، قلنا انواع المارينيه اللي هي مارينيه الطماطم مخلوط بعصير الطماطم والبصل والثوم كما ذكرنا، ومارينيه الزعتر وزيت الزيتون ويتبل به الدجاج واضافه البصل المبشور، ومارينيه الزبده والليمون اللي احنا ذكرناه بيتبل به الدجاج وبعض انواع الاسماك، ومارينيه الطماطم والبصل والكزبره اللي احنا قلنا ان هو خاص بتتبيل الاسماك. ويتم الشوي زي ما قلنا 140 ل 170 درجه مئويه. نكمل انواع الاقسام الموجوده في المطبخ، منها قسم المخبوزات. من اسم المخبوزات انه بيقوم بعمل العجائن وكافه انواع المخبوزات، اللي البيتزا والباتيهات والسليزونات والدنش. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ بيتم برضو انه يعمل العجائن دي من عجائن بتكون طالعه من عجينه الخبز او عجينه النوى او عجينه الرافيولي. وعجينه الرافيولي بتكون عجينه لانتاج المكرون. اساسا اي عجينه مكونه لازم يكون فيها دقيق والميه، ولكن بيضاف لها بعض الاضافات زي اللبن او البيض او الزيت او الزبده وبعض الحاجات التانية عشان تديها الحاجات دي، يا اما بتديها نعومه في القوام، بتديها نكهه، بتديها اكساب القيمه الغذائيه. ده بنضيف الماده الغذائيه اللبن او البيض عشان يدعم القيمه الغذائيه للماده. بيتم عموما في المخبوزات عمليه تخمير. اي مخبوزات بيكون ضاف ليها الخميره، والخميره ذكرنا قبل كده انها والموجوده عندنا انها خميره طازجه، اللي هي الخميره يعرف باسم الخميره البيره، وخميره تانية اللي هي الخميره الجافه عباره عن مكورات صغيره، عشان يحصل لها عمليه تنشيط بيضاف لها كميه من الماء وقليل من السكر عشان نختبر صلاحيتها ونشاطها. اذا نشطت وحجمها عالي وضعف حجمها يبقى كده الخميره صالحه واقدر استعملها معايا في المخبوزات. بالنسبه لقسم المخبوزات، مش هيتم عمل المخبوزات وحفظها، دايما يتم انتاج المخبوزات قبل عمليه التقديم مباشره، بحيث تبقى التبريد بيأثر على درجه جودتها. مش ما ننصحش انها تكون حصل لها عمليه الطهي والانتاج قبلها فتره طويله. بتختلف طبعا المخبوزات الطازجه عن المخبوزات اللي حصل انها تركناها مده يعني. نكمل كده مع بعض. قسم المشروبات الساخنه من اسمه برضه معروف انه بيقدم المشروبات الساخنه، الشاي والقهوه والكركديه.
ولكن تقديمها بيتم في درجة حرارة أعلى من 68 درجة مئوية، 70 درجة إلى 83 درجة مئوية، ويفضل إن حفظا على السلامة ما نزودش درجة حرارة المشروبات أثناء تقديمها عن 85 درجة مئوية. نشوف كده مع بعض ايه هي اقسام اللي باقيه. قسم الاسماك، القسم اللي معانا قسم الاسماك ومسؤول عن التعامل مع الاسماك، تقطعها، تجهيزها، تنظيفها. اللي بيتم اولا في الفنادق بيتم تنظيفها، اللي هو ازاله القشور، بشيل من عليها القشور وبشيل الاحشاء وبنشيل الاجزاء الداخليه وبنشيل الزعانف. بعد كده غالبا في الفنادق بيتم نزع الجلد، يعني كده هيتم تحويلها الى فيليه، بينزع جلدها ويحولها الاسماك فيليه، وبعد كده بيتم عمليه الغسيل، وغسيل الاسماك بنستخدم فيه الماء والخل والليمون. بعد ما يحصل لها عمليه الغسيل بيتم عمليه اسمها البرشنه. ويعني ايه عمليه البرشنه دي؟ البرشنه دي اللي هو تقطيع القطع اللي هي الفيليه دي الى اجزاء متساويه في الحجم. بتحفظ درجات حراره اللي هيتم تخزينها، بتحفظ في درجه حراره سالب 18 درجه مئويه، لكن اللي هيتم استعمالها بيتم حفظها في المرنيل الخاص او التتبيله الخاصه بها، ويتم حفظها في درجه حراره 4 درجات مئويه لحين طلبها او حين استخدامها. وظل فترة مدة 12 ساعة في التتبيلة تبقى صالحة للاستخدام. يبقى زي ما اتكلمنا كده وقلنا نشوف سوا، قسم الأسماك مسؤول عن تأكيد وتقطيع تتبيل الأسماك. في الفنادق بيتم التنظيف أولا وإزالة القشور والزعانف وغالبا الجلد، ويتم تحويل الأسماك زي ما احنا قلنا بيتم تحويلها إلى الفيليه. والخطوة التانية اللي هي عملية الغسيل، بيتم استخدام المية والخل والليمون زي ما اتكلمنا بالظبط، وقلنا إن بيتم حفظ الأجزاء اللي بتحفظ في التجميد لدرجة سالب 18 درجة مئوية. بعد كده معانا قسم القطعيات الباردة. قسم القطعيات الباردة مسؤول عن التعامل مع اللحوم ومع الدواجن. القطعيات الباردة دي هو بيتعامل مع اللحوم ومع الدواجن، وبيتم فيها التنظيف والبرشنة والتقطيع. تقطيع من اسمه هو قطعيات، بيتم فيها عملية تقطيع. التقطيع بيتم باستخدام، لو المقاطع كبيرة والأجزاء كبيرة بيستخدم منشار كهربائي، إنما في المقاطع الصغيرة بيتم التقطيع باستعمال السكين. والسكينة دي منها نوعين بيستعملوها في القسم بتاع القطعيات الباردة، يا سكينة حادة بتستعمل في التعامل مع اللحوم، يا سكين مرن بيستعمل في التعامل مع الدواجن. طبعا في مهنية وحرفية في القسم دوت، ان دايما التقطيع لما يكون التقطيع عمودي على اتجاه الأنسجة بتاعت اللحم بيسرع من عملية الطهي، بعكس ما يكون التقطيع باتجاه موازي فبيحصل انه بيدي فترة طهي اطول. لما نكمل زي ما قلنا كده، قسم القطعيات بتعمل مع اللحوم والدواجن والتنظيف والبرشنة، واستخدام السكين بيكون سكين تقطيع يا اما صلب لتقطيع اللحوم يا اما مرن لتقطيع الدواجن. في قسم اسمه قسم الحفظ. طب بيعمل ايه قسم الحفظ دوت؟ قسم الحفظ مسؤول عن حفظ الأطعمة، حفظ كافة الأطعمة. طب الأطعمة مختلفة، يبقى في أنواع مختلفة من الحفظ، يبقى قسم الحفظ بيقوم بكافة أنواع الحفظ تبعا لاختلاف درجات المادة الخام وطريقة حفظها. فعندي أنواع من الحفظ زي الحفظ ايه؟ حفظ المجمد، والحفظ المبرد، وحفظ شبه مبرد، وحفظ بالتسكير، وحفظ بالتمليح، وحفظ بالتدخين، وحفظ بالتجفيف. يعني ايه الاول؟ حفظ التجميد معروف ان هو بيحفظه في درجات حرارة بتكون سالب 18 درجة مئوية. الأطعمة اللي هيتم تجميدها وحفظها لفترة طويلة بيتم تجميدها على درجة حرارة سالب 18 درجة مئوية. الحرارة دي بتكون فارق موجب او سالب، يعني انقص درجه، فارق موجب او سالب درجه يعني انقص درجه او هقلل درجه. لازم نعرف ان احنا درجه الحراره لما يكون بالسالب فالرقم كل ما هيزيد اللي مع الاشاره السالبه ده يبقى درجه التجميد اعلى، يعني سالب، يعني سالب 18 اللي سالب 18 درجه تجميدها اعلى من درجه سالب 19 درجه مئويه. لما نيجي نتكلم تاني نقول ان هي ليه بيحصل اما احفظه على درجه سالب 19 درجه مئويه، ده كده الرقم درجه التبريد بقت اكتر، درجه التجميد بقت اكتر. التجميد لما بيزيد عن درجات معينه بيحصل للانسجه ما يعرف باسم حرق التجميد. يعني ايه حرق التجميد؟ حرق التجميد دوت عباره عن ان الانسجه شكلها يدي احساس ان هو محروق، لون النسيج بتاع اللحمه دايما وتظهر في اللحمه لما يتم تخزينها في درجات حراره برضو اكبر من سالب 18 زي ما احنا قلنا عليها، بتظهر لون الانسجه بانها اللون البني. نكمل ونقول ان برضو لو حفظت في درجه حراره
سالب 17 درجة مئوية، يبقى كده ممكن ينمو عليها بعض أنواع من الميكروبات، وفي أنواع ميكروبات بتحب جدا وبتقاوم البرودة وتعتبر بميكروبات محبة للبرودة أو مقاومة للبرودة. بالنسبة للحفظ اللي هو المجمد، بعد الحفظ المجمد بنتكلم عن الحفظ المبرد. الحفظ المبرد دوت عبارة عن إنه بيحفظ في درجات حرارة 4 درجات مئوية. والحفظ شبه المبرد بيكون درجة الحرارة الموجودة فيه 21 درجة مئوية بشرط ان الرطوبة تكون 50%. يعني ايه حفظ بالتسكير؟ اضافة كمية من السكر زي ما بيحصل فيه حفظ الفواكه اللي هي كومبوت، وحفظ بالتمليح زي ما بيحصل فيه عمليات تخليل المواد الغذائية بيضيف لها كمية من الملح، وتخليل الاسماك وغيرها بيستخدم فيها اضافة كمية من الملح. بعد كده حفظ بالتدخين. يعني ايه تدخين؟ بيعرض المادة الغذائية لأنواع معينة من الأدخنة زي اللي احنا بنشوفه في الرنجة. الرنجة دي تعتبر أسماك مدخنة. بعد كده الحفظ بالتجفيف. طبعا تجفيف المادة الغذائية يعني انزع منها المحتوى اللي موجود فيها من الرطوبة او من المية، وبالتالي احنا عارفين ان درجة حفظ المادة او ان انا اقدر اعيش المادة الغذائية معايا وهي مجففة تقدر تعيش فترة اطول وفي درجة صلاحيتها تكون اعلى، وبنشوفها في التمور وبنشوفها في البقوليات المجففة. غير الخضروات، برضه الخضروات المجففة زي الناس اللي بتعمل الملوخية المجففة حفظها طبعا بيختلف عن حفظ الأطعمة والمواد الغذائية الطازجة والرطبة. نشوف كده معانا قسم الحفظ مسؤول عن حفظ كافة الأطعمة في درجة حرارة ملائمة، وأنواع الحفظ زي ما ذكرنا: حفظ مجمد في درجة حرارة 18، مبرد درجة حرارة أقل من 4 درجة مئوية، حفظ بالتسكير إضافة السكر، حفظ بالتدخين تعريض المادة للدخان، والحفظ بالتجفيف زي ما قلنا الأسماك المدخنة، والتجفيف زي المواد الجافة. نتكلم تاني عن قسم الخضروات. قسم الخضروات زي ما احنا شايفينه كده مسؤول عن تنظيف، يبقى بتعامل مع الخضروات يعمل لها عملية التنظيف وتقطيع الخضروات وتجهيزها للطهي وعمل منحوتات، ويتم الغسيل في الخضروات. بيتم اولا عملية الغسيل وبعد كده بيبدأ في عملية التقطيع ويجهزها. ومننا دلوقتي هنتعرف على انواع من التقطيعات: الكريم مربعات صغيرة، الجوليان تكون شرايح رفيعة، والباريل برميليت الشكل، والوجه اللي هي راس الوتد. شكل راس الوتد دي بتكون دايما في لما يقطع ثمرة الطماطم 4 أجزاء، كل جزء منه اسمه ايه؟ هو ده يعتبر بالنسبة لي راس الوتد. والالوميت عدار رفيعة بتشبه الكبريت، بتبقى بتستعمل دايما في البطاطس وتكون رفيعة جدا. والكيريسنت اللي هي هلال او نص هلال، والمرابو ربع دائرة. الكونكاسيه اللي هي بتكون صغيرة وخشنة وغير منتظمة الشكل. والقسم بيكون مسؤول برضو، قسم الخضروات مسؤول عن عمل منحوتات. يعني ايه بيعمل منحوتات؟ بيعمل نحت على الخضروات، وده بيحصل في البطيخ او في القرع العسلي وفي الجزر وفي الخيار وفي الطماطم، وبتستعمل طبعا نحت على الخضروات دي في تزيين البوفيهات. نتكلم مع بعض عن قسم اسمه قسم المشهيات. يعني ايه اصلا قسم المشهيات؟ قسم بينتج المواد اللي هي فاتحه للشهيه، ويبقى بينتج الفواتح الشهيه او المشهيات الغير سائله. طب حد هيقول وفي فواتح شهيه سائله وفواتح غير سائله؟ ايوه، المشهيات نوعين، في مواد مشهيات بتكون سائله زي الشرب والحساء، وفي مواد تانية بتكون مشهيات غير سائله زي السلزونات والباتيهات. ودي دايما بتكون عبارة عن عجائن ومصنوعة من عجائن، والعجائن محشية بحشوات معينة دايما زي السلامي او التونة او الاسماك او السلمون المدخنة او الجمبري. زي ما ذكرنا كده بالظبط، قسم المشهيات مسؤول عن المشهيات، وقلنا المشهيات بتكون سائله زي الشرب والحساء، وغير سائله زي السلزونات والباتيه، وبتسمى فواتح الشهيه. ومن اسمها انها فاتح الشهيه يبقى بقدمها عشان هدفها انها تفتح الشهيه، فبقدم بيها القايمه في البدايه، فتخدم في بدايه الايه القايمه عشان تفتح الشهيه. بعد كده لما نيجي نتكلم عن قسم الفواكه، قسم الفاكهه ده مسؤول عن التعامل مع الفاكهه، بيتم فيها غسلها وتقطيعها وتجهيزها لخدمه الضيوف. طبعا تقطيع الفاكهه في الفنادق بيختلف طبعا عن تقطيعها في المنزل. التقطيع في الفنادق زي مثلا البطيخ بيكون تقطيعه على شكل كرات زي كره البينج بونج، بيستعمل فيها معالق معينه بتشبه معلقه الايس كريم بحيث تدينا الشكل الدائري اللي احنا بنشوفه.
وكمان بالنسبه في حرفيه في التقطيع، ان تقطيع المانجا برضو بيتم تقطيعها الى نصين او شقها لنصين وينزع منها البذره وتكون الحواف بتاعتها مشرشره. يبقى نشوفها كده مع بعض. اللي هو قسم الفاكهه بيكون بغسل الفاكهه وتقطيعها وتجهيزها لخدمه الضيوف، والتقطيع انها بتحفظ في درجه حراره زي ما احنا كنا قبل كده اتكلمنا دايما هتحفظ في درجه حراره 4 درجات مئويه لمده 12 ساعه. اذا حفظت في درجه مخالفه يبقى هيتخلص منها فورا بعد ساعتين. قسم الحلويات ان هو من الاقسام اللي بتقوم بتصنيع الحلويات، والحلويات هتبقى مصنوعه من حلويات زي الكيك، عجينات من عجينه الكيك الاسفنجي كالكيك والتارت والجاتو، وعجينه الفوتاج زي الملفيه. كده اتكلمنا عن الحلويات، حلويات عجينه الفوتاج وعجينه الفوليفان وعجينه الشو اللي بتستعمل فيها انتاج الايه الاكلير وبلح الشام، عجينه الكريب مسؤوله عن انتاج انواع الكريبات سواء مالحه او حلوه، وانواع من عجينه الاردو اللي هي بتنتج لنا الدونات. قسم الحلويات مسؤول برضو عن انه بيقدم لي الاطعمه اللي هي الحلويات اللي من اصل جيلاتيني زي الجيلاتين والايس كريم، وحلويات من غير استعمال الدقيق زي الكاسترد والكريم كراميل، والحلويات بتنتج برضو لنا صوصات اللي هي صوص الفانيليا، صوص الكريم، صوص الكراميل، صوص الشوكولاته اللي بتستعمل لاضافات على بعض انواع الحلويات، وكمان بتقوم بعمل انواع الكريمه، كريم شانتيه او كريمه اللباني. بالنسبه دلوقتي للجزء اللي فيه ان في تجهيزات في المطبخ، النمط في المطبخ او تجهيز المطبخ بيكون جزئين، نمط مركزي ونمط غير مركزي. يعني ايه نمط بنائي مركزي للمطبخ ونمط بنائي غير مركزي في المطبخ؟ النمط البنائي المركزي بمعنى ان وجود طبعا المطبخ ده وحده انتاج، هو اللي بيتم فيها انتاج كافه انواع الاطعمه وبعد كده بيتم توزيعها على كافه المطابخ الفرعيه. انما النمط الغير مركزي بيكون موجود فيه انواع او عده مطابخ، كل مطبخ بيقوم بخدمة أماكن للبيع معينة. نتعرف مع بعض عليها. يبقى هناك نوعين من أنواع التصميم، النمط البنائي المركزي بيتم فيه مجمع إنتاج كبير زي ما ذكرنا، بيتم فيه عملية تشغيل الأطعمة وتوزيعها على المطابخ. النمط البنائي الغير مركزي عكس النمط البنائي الاول اللي احنا سبق وذكرناه اللي احنا قلنا المركزي، ان هو بيكون عده مطابخ، وجود عده مطابخ بتكون كل منها بخدمه اماكن البيع. وعمليه التجهيز بتاعه الاطعمه بتكون عمليتين، يمكن تقسيم عمليه التجهيز الى قسمين، عمليه التجهيز وعمليه التخزين. اولا عمليه التخزين، تخزين في المطبخ بيتم نظرا لاختلاف المواد الخام واختلاف درجة تخزينها ودرجة حفظها، كل مادة غذائية لها طريقة حفظ معينة ولها درجة تخزين معينة. عشان كده بيكون في أكتر من أنواع تخزين، في تخزين بالتجميد، تخزين مجمد، وفي تخزين بيكون تخزين بالتتليج، وفي تخزين في درجة حرارة هي 4 درجات مئوية تبريد بس، وحفظ في درجة حرارة الغرفة اللي هو للمواد الجافة. يبقى نتكلم عن عملية التخزين اللي هو تتم داخل الفندق، عملية تخزين الخامات الغذائية المختلفة. اختلاف الخامات بيؤدي لاختلاف نوعية التخزين، وقلناها مخازن في تجميد شديد، مخازن بتتليج، ومخازن تخزين بارد اللي احنا قلنا عليها درجات 4، وتخزين جاف للمواد الجافة. دايما بيراعى في انشاء اهمية ان يشتمل التصميم على ضوابط، لازم يكون في المطبخ او في المخازن والاقسام الخاصه بديت لازم يكون فيها في عمليه ضوابط. الضوابط دي منها اللي هو الدخول الغير شرعي، براعي الدخول الشرعي. الغير شرعي ده ان ما يسمحش لاي حد بيدخل المخازن غير العاملين فيها، ولو حد طلب ان هو يدخل بيكون باذن ومعروف سبب دخوله. وبراعي برضو قدره على تنظيف المخازن واختلاف درجات الحراره داخل المخزن، صوره الصيانه زي ما احنا قلنا، والقدره على مكافحه الحشرات والقوارض. يجب ان تخزن او تجهز المخازن بما يلي: المخازن لازم يكون فيها ادم بيطلع مواد غذائيه وبيستلم مواد غذائيه، هيراجع وزنها، هيراجع مكيالها، يبقى لازم يكون موجود فيها انواع من المكاييل وانواع من الموازين، ويراعي درجه حراره الماده الغذائيه بانواع من الترومترات، وبينقل الماده الغذائيه يبقى لازم يكون فيها ترولي عشان نقل المواد. يبقى نشوفها تاني كده مع بعض. يجب ان تجهز المخازن بايه؟ انواع مختلفه من الموازين وانواع مختلفه من المكاييل، وارفف، ودايما تكون الارفف من الخشب افضل غير مدهون، وترولي نقل، وترولي ودرجات الترومتر لكذا درجات الحراره. عمليه تجهيز الطعام
واحنا اتكلمنا ان المطبخ بيتم فيه هو عباره عن وحده انتاج، وبيتم فيه انتاج كتير من الاطعمه، وبنراعي فيها اعتبارات يجب مراعاتها في تصميم المطابخ. ايه الاعتبارات دي؟ مساحه المطبخ، الاحتياجات الانشائيه والاحتياجات الهندسيه والاحتياجات والمعدات والالات والماكينات اللي بتكون موجوده فيها، وهنتعرف عليها دلوقتي. اول حاجه اللي هي مساحه المطبخ والاحتياجات الانشائيه والماكينه وطرق التنظيف والنقل والحركه، نتكلم عنها واحده واحده. ان مساحه المطبخ، مساحه المطبخ كتير، والبعض بيقول ان دايما المطابخ لما يكون مطبخ كبير افضل من المطابخ اللي اصغر. البعض التاني بيفضل المطبخ الصغير من حيث احكام الرقابه، مطبخ صغير ورئيس المطبخ شايف كل الناس الموجودين وعارف ايه اللي بيحصل. ولكن الحقيقه الرايين دول الاثنين يعتبروا غير صحيح. المفروض ان عدد الوجبات هو اللي بيحكم مساحه المطبخ، يعني لو عدد الوجبات كبير يبقى المطبخ الكبير هو الافضل، لو عدد الوجبات اللي بينتجها بيكون عدد قليل يبقى هو مش محتاج لمطبخ كبير، فالمطبخ اللي حجمه صغير هو اللي بيفضل في هذه الحاله. يبقى لما نيجي نتكلم عن المساحه تاني هنقول ان المساحه يا اما تكون صغيره يا اما تكون كبيره، واللي بيحكم هو عدد الوجبات اللي بيتم انتاجها. طيب والعنصر التاني كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الاحتياجات الانشائيه. لما بينشئ المطبخ ولما بينشئ المخازن اللي تابعه للمطبخ يجب ان الاسطح فيها تكون اسطح ملساء ما تلتصقش بها الدهون والمواد والاتربه، وتبقى سهله في التنظيف. طيب ده بيحصل في الاسقف والحوائط والاماكن دي، بس في الارضيات يجب ان الارضيات تكون ملساء ولكن درجه معينه ما تسمحش للعاملين في المطبخ بالانزلاق، يعني فيها درجة معينة بتسمح بانه العامل او اللي شغال في المطبخ ده يقدر يتحرك بكل سلاسة وما يكونش خايف انه هو هيتزحلق او هيقع. لما نيجي نتكلم عن بعدها الاحتياجات الانشائيه، ويعني ايه بقى الاحتياجات الهندسيه ويعني ايه احتياجات هندسيه. الاحتياجات الهندسيه اللي هي التهويه، دوره الهواء جوه المكان، درجات الحراره، الاضاءه والاماكن اللي بيقدم فيها، ومثلا هيركب شفاطات ايه في المطبخ، طيب بيحطها في انه اتجاه، عاد اللمبات او الاضاءه بتكون عامله ازاي بحيث ان هو يبقى جو كويس للعمل وبيئه كويسه للعمل، درجات الحراره، كل الحاجات دي بتعتبر تبع الاحتياجات الهندسية. لما نيجي نتكلم كمان عن ايه المعدات، والمعدات اللي موجودة في المطبخ بتكون منها افران، وافران ديت انواع مختلفة، منها آلات الزيت وآلات دي انواع مختلفة، الشوايات والجريلات، منها الادوات اللي هي بقى الحلل والمصافي وكل الادوات اللي هم ممكن يستعملوها في المطبخ. وبكده يبقى احنا نقدر نتكلم ونفهم احنا عملنا ايه النهارده وذكرنا ايه. ذكرنا اقسام المطبخ بكل اقسامه والتفاصيل ومهام كل قسم من الاقسام، ذكرنا ايه هي التجهيزات وعمليه التجهيز في المطبخ، ذكرنا ايه هي الاحتياجات والعناصر اللي يجب مراعاتها في تصميم المطابخ. بالنسبة أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس. لما نيجي مثلا نقول بعض الأسئلة على الجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي، من الأسئلة المهمة اللي بتيجي مثلا بيقول إيه هي الأقسام، من ضمن الأقسام قسم المحمرات، إيه دوره وإيه هي السوائل المستعملة واشرح منها اتنين، وإحنا ذكرناها وقلنا هي أنواع السوائل المستعملة وزيوت وزيوت نباتية ودهون حيوانية وزيوت نباتية بتكون مشبعة والشورتج اللي اتكلمنا عنه والزبدة. برضو لما يجي يتكلم عن انواع من الاقسام اللي موجوده بيقول طبعا قسم الحفظ، وطبعا ايه هي طرق الحفظ اللي موجوده في المطبخ، وقسم الحفظ دوت مسؤول عن ايه. واتكلمنا عن طرق الحفظ، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الحلقه دي ان شاء الله، ونلتقاكم مره ثانيه ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.